أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفندقي، معنا ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني، وساعتنا النهاردة مخصصة لمراجعة الترم الأول أو منهج الترم الأول لمادة الصحة الغذائية للصف الثالث الثانوي الفندقي. في الحلقة السابقة من حلقات المراجعة كنا بدأنا في مراجعة الفصل الأول والثاني والثالث وجزء من الفصل الرابع، تناولنا فيه الأسئلة عن كل جزئية في المنهج، اتناولنا على اتكلمنا عن الأسئلة اللي ممكن وارد ان هي تجينا في الامتحان، اتعرفنا ازاي نجاوب عليها إجابة سليمة، اتفقنا مع بعض ان احنا لازم لما نمسك ورقة الأسئلة نسمي الله ونقرأ السؤال بالراحة عشان ما نتسرعش علشان ما نخسرش ايه درجات، عشان نشوف كل جزئية في السؤال عايز ايه. ممكن يكون السؤال طالب مني جزئية واحدة، ممكن يكون طالب مني كذا جزئية، فلازم اقرأ السؤال كذا مرة او بالراحة بهدوء عشان ما اتسرعش واجاوب الاجابة السليمة. النهاردة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في مراجعة اول جزء عندنا النهاردة في حلقتنا النهاردة، وهي بتتكلم عن اللبن. طيب السؤال بيقول لي ايه؟ اللبن هو الغذاء الاول لكل من الانسان والحيوان الرضيع، كما انه احد مجموعات الغذاء الاساسية. تكلم عن تركيب اللبن ثم أذكر المكونات الغذائية للبن. يبقى هنا السؤال طالب مني جزئين، تركيب اللبن والمكونات الغذائية للبن. طب تعالوا نشوف هنجاوب عليها ازاي. أول حاجة تركيب اللبن، وهو اللبن بيفرز من الغدد اللبنية سائل أبيض حلو الطعم، بيتميز إن هو بيحتوي على كثير من العناصر الغذائية اللي مختلف، طبعا بيحتاجه كل الطبقات سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار السن. طيب اللبن بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على بروتين، دهون، كربوهيدرات، املاح معدنيه وكالسيوم. نسبه هذه العناصر طبعا بتختلف من مصدر لمصدر. مصدر اللبن لو كان مصدره بقري او جاموسي او ماعز، يبقى كده كانت اول نقطه وهي تركيب اللبن. طب تعالوا النقطه الثانيه في السؤال، كانت بتتكلم عن ايه؟ عن المكونات الغذائيه للبن. طب ايه المكونات اللي بيكون منها اللبن؟ اللبن بيكون من ميه بنسبه 87%، بيكون من بروتين بنسبه 3.5%، بيكون من دهون بنسبه 3.5 ل 3.7%، بيكون من كربوهيدرات 4.9%، واملاح معدنيه بنسبه 7%. طيب تعالوا ناخد كل جزئيه من المكونات الغذائيه للبن ونتكلم عليها، لان هو طالب مني المكونات الغذائيه للبن. تمام، اول حاجه البروتينات. بروتينات اللبن، وهو بيحتوي على المكونات الغذائيه للبن، بيحتوي على قلنا بروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، فيتامينات، املاح معدنيه، انزيمات والصبغات. طب تعالوا ناخد كل جزء ونتكلم عليه. بروتينات اللبن، بروتينات اللبن، وهو بروتين اللبن بروتين كامل القيمة الحيوية، وساعات بيجي في الامتحان ويقول لك بما تفسر بروتين اللبن بروتين كامل القيمة الحيوية. ليه؟ لأن هو بيحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللي الجسم بيحتاجها اللازمة لنمو الجسم نمو سليم، بناء الأنسجة وتجديد التالف من الأنسجة. طيب بيحتوي على بروتينات كمان مختلفة زي إيه؟ زي الكازين، اللاكتو ألبيومين والجلوبيولين. يبقى كده البروتينات. طب تعالوا نتكلم هنا، اهو السؤال اللي انا كنت بقول لكم عليه، بيعتبر بروتين على اللي ما ياتي، يعتبر بروتين اللبن بروتين كامل القيمه الحيويه. اتفقنا ليه؟ لانه بيحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه اللازمه للنمو السليم للجسم وبناء الانسجه بطريقه سليمه وتجديد التالف منها. طيب ننتقل بعد كده للدهون. احنا هي كده بنتكلم عن المكونات الغذائيه للبن، اتكلمنا عن بروتين اللبن وعرفنا ممكن السؤال يجي فيه ازاي، والدهن. طب الدهن اللي في اللبن او الدهون اللي في اللبن، بينتشر الدهون في اللبن على شكل حبيبات صغيره بتكون مستحلب طبيعي. مستحلب طبيعي دوت بيحتوي على دهون مشبعه وغير مشبعه طويله او قصيره السلسله بقدر عدد الاحماض الدهنيه. طب اللبن فيه قد ايه احماض دهنيه؟ ما يقرب من 140 حامض دهني. فطبعا بالتبريد لما بنبرد اللبن بنلاقي حبيبات الدهن بتصعد على السطح وبتبدا تتجمد وبتكون لي الايه؟ القشطه. طيب ثالث حاجه من مكونات اللبن وهي ايه؟ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دوت بيرجع الطعم الحلو للبن، واحنا اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي كنا بنشرح فيها ان اللبن طعمه مسكر. طب طعمه حلو ليه؟ علشان بيحتوي على سكر اللاكتوز. طب بيحتوي على سكر اللاكتوز بنسبه قد ايه؟ 4.7%.
طيب يبقى احنا كده ممكن في الامتحان يجي يقول لك ليه بيرجع الطعم الحلو للبن؟ بسبب ان هو بيحتوي على سكر اللاكتوز اللي هو بنسبة 4.7. طب لو زادت نسبة حامض اللاكتيز بتتحول سكر اللاكتوز لحامض اللاكتيز، ودي بتكون اساس عملية التجبن اللي هي الجبنة واللبن الرايب. نتكلم نقطة تانية، الفيتامينات، وهي من مكونات اللبن برضك، المكونات الغذائية باللبن. اللبن بيحتوي على بكمية كبيرة جدا على فيتامين ب المركب، وخاصة ب 2 في اللبن اللي هو كامل الدسم. كمان بيحتوي اللبن كامل الدسم على فيتامينات ذائبة زي ألف ودال وه وكاف. طيب ننتقل للنقطة كمان، ايه هي اللبن من مكونات الغذائية للبن؟ الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية بيحتوي اللبن طبعا على نسبة عالية جدا من الكالسيوم، بيحتوي كمان على ايه اللي بيعطي الجسم ايه، فسفور وكالسيوم بوتاسيوم ومغنيسيوم. بس بيفتقر اللبن ليه عنصرين وهما الحديد والنحاس. ممكن يجي يسألني، وامتحان السنة اللي فاتت كان بيسأل ايه العنصر، كان اختار ما بين الأقواس، يفتقر اللبن لعنصر ايه نقط، وكان مديني اختيارات منهم الايه النحاس. يبقى هو باللبن بيفتقر لعنصر الحديد وعنصر الايه النحاس، عشان لو جاتنا في الامتحان ما نتلخبطش فيها. طيب ننتقل لنقطة أخرى من المكونات الغذائية للبن، وهي الإنزيمات. اللي يحتوي اللبن على العديد من الإنزيمات، زي إنزيم إيه؟ إنزيم اللاكتيز اللي هو بيهضم سكر اللاكتوز، إنزيم البروتينيز اللي هو بيهضم المواد البروتينية، وإنزيم اللايبيز اللي هو بيؤثر على المواد الدهنية. يبقى فيه 3 إنزيمات، إنزيم لايبيز، إنزيم بروتينيز، وإنزيم اللاكتيز. طيب تعالوا نشوف الصبغات. اللبن لو احنا شفناه بنلاقيه ابيض، بس بيديله فيه بيكون لون اصفر. طب ايه اللي بيديله اللون الاصفر ده؟ وهو صبغه الكاروتين. يبقى صبغه الكاروتين اللي بيحتوي عليها اللبن هو اللي بيديني اللون الاصفر للبن. جالي بردك في امتحان السنه اللي فاتت، اذكر المصطلح العلمي هو الذي يعطي اللون الاصفر للبن، كان ايه بقى المصطلح العلمي؟ اللي هو صبغه الايه؟ الكاروتين. طب اللبن فيه صبغات تانيه؟ اه، فيه صبغات الايه؟ الريبوفلافين. طيب ننتقل لنقطة أخرى. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مكونات اللبن، اتكلمنا عن مكونات الغذائية للبن. يبقى أنا السؤال اللي فات كان بيتكون من شقين، تركيب اللبن والمكونات الغذائية للبن، واتكلمنا عن السبع مكونات اللبن اللي هم البروتينات والدهن والصبغات والإنزيمات والكربوهيدرات والأملاح الإيه المعدنية، وعرفنا اللبن إن هو طبعا بيفتقر عنصر الحديد والإيه والنحاس. طب تعالوا ننتقل لسؤال آخر عن اللبن برضك، وهو بيقول لي ايه؟ اللبن غذاء هام جدا ولا يمكن الاستغناء عنه في مراحل العمر المختلفة، اذكر المنتجات المختلفة من اللبن ثم تكلم عن تأثير الحرارة عليه. احنا اتفقنا ان انا الاسئلة اللي انا جايباها دي انا جايباها من امتحانات سابقة او من كتاب الوزارة، يعني السؤال جاي لي بالنص كده في امتحانات قبل كده، ممكن يتكرر معايا او ممكن يتكرر معايا ما يتكررش ليه، سواء بالصورة دي او بصورة اخرى بس بتحمل نفس المعنى. طيب سؤالي هنا بيتكلم اللي عن ايه؟ بيتكلم عن المنتجات المختلفة للبن، وبيسألني كمان عن تأثير الحرارة على اللبن. تعالوا نمسك اول جزئية ونحل عليها، وهي المنتجات المختلفة من اللبن. اللبن، ايه المنتجات المختلفة اللي انا ممكن اطلعها من اللبن؟ اطلع لبن كامل الدسم، لبن منزوع الدسم، اللبن المكثف، اللبن المتخثر، اللبن المجفف، واللبن المجنس، وكمان هيطلع لي زبدة وقشطة وايه وجبنة. طب تعالوا نتكلم على كل نقطة. اللبن كامل الدسم ده ايه؟ ده لبن حليبي سواء بقري او جاموسي، في كل العناصر الغذائية. طب اللبن منزوع الدسم بردك لبن فيه كامل كل العناصر الغذائية ما عدا ان هو منزوع الدسم منه. طيب اللبن المجنس، يعني ايه اللبن المجنس؟ ده اللبن اللي انا بكسر فيه حبيبات الدهن وبوزعها جوه اللبن، فبيديني طعم وقوام دسم للبن. طيب ايه تاني؟ وطبعا لازم ان انا احفظه في التلاجة. اللبن المكثف، ايه يا جماعه اللبن المكثف؟ اللبن المكثف وهو لبن انا بحفظ اللبن على صورة سائل مكثف او سائل مركز في علبة محكمة، وطبعا ان انا طب انا عايزة ارجعه لصورته الطبيعية، اللبن العادي بتاعي اعمل ايه؟ ازود نسبة المية فيه. طب اللبن الايه اللي بعد كده؟ اللبن المجفف. يعني ايه اللبن المجفف؟ اللبن البودر اللي انا بستخدمه. طيب ده انا بعمل ايه؟ بنزع منه نسبة كبيرة جدا من الرطوبة وبيتحول للبن مجفف او لبن بودر. طب عشان احفظه لازم احفظه في مكان
ما فيهوش اي طبعا رطوبه علشان ما يتاثرش بالايه، بالرطوبه. طب اللبن المتخثر، ايه هو اللبن المتخثر؟ وده اللبن اللي هو زي اللبن الرايب والزبادي. طب ايه المنتجات اللي انا ممكن اطلعها من اللبن كمان؟ زبده وجبنه وقشطه. يبقى انا كده اتكلمت عن المنتجات المختلفه للبن: لبن كامل الدسم، لبن منزوع الدسم، لبن مكثف، لبن مجنس، لبن مجفف، وكمان زبده واللبن المتخثر والزبده والقشطه والايه والجبنه. يبقى احنا في 7 منتجات. سؤالي ما انساش، سؤالي كان في جزئية أخرى بيتكلم فيها، بيتكلم عن إيه؟ عن تأثير الحرارة على اللبن. أنا تأثير الحرارة على اللبن إيه هي؟ طبعا انا لازم اغلي اللبن. ليه؟ علشان يقتل كل الميكروبات الموجوده في اللبن. طب لما بغلي اللبن ايه اللي بيحصل؟ بتتكون لي القشطه فوق السطح. طيب ليه بتتكون لي القشطه؟ علشان بتتجمد البروتينات وتتجمع حبيبات الايه الدهن، وبالتالي بتصعد على سطح الايه اللبن. طيب ايه تاثير الحراره تاني؟ تاثير الحراره على اللبن لو انا عرضته لدرجه حراره كتيرة، بيبدأ ان انا بيتحرق السكر اللي موجود في اللبن، وبيديله طعم طبعا ومذاق غير مقبول. كمان الحرارة على اللبن بتخليني ان انا افقد كتير من الفيتامينات، وخاصة فيتامين B1 انه بيفقد معايا من الحرارة. تمام كده؟ يبقى السؤال كان بيكلمني عن المنتجات الغذائية للبن، وكان بيكلمني عن تأثير الحرارة على اللبن. تعالوا ننتقل لسؤال اخر، وبيقول لك تكلم عن تقييم صحة اللبن، أو إيه الهدف من تقييم صحة اللبن؟ الهدف من تقييم صحة اللبن وهو إن أنا أقدم لبن سليم من ناحية التركيب، ولبن نظيف وغير إيه مغشوش ومصدر للكالسيوم. أنا بشرب اللبن بتاعي عشان آخد منه كالسيوم، آخد منه عناصر غذائية. يبقى أنا لازم لبن بتاعي يكون طبعا نظيف ومش مغشوش وسليم من ناحية الإيه التركيب. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. أذكر أهمية الرقابة الصحية على اللبن. ايه اهميه الرقابه الصحيه على اللبن؟ احنا اتفقنا ان اللبن ده غذاء شائع في مختلف الطبقات، الكبار بيشربوه والصغيرين بيشربوه، وكمان سهل التحضير. ليه؟ لان انا ممكن اشربه بدون غلي لو كان لبن ايه مبستر. تمام كده؟ طيب ايه كمان اللبن عندي ممكن ان هو يتلوث بسهوله، ممكن كمان ان انا اغشه بسهوله، ان انا اضيف عليه ميه ملوثه او اضيف عليه اي حاجه ملوثه. خلاص كمان بيمر بمراحل طويله من منطقه الحلب لغايه ما بتوصل للمستهلك، بيمر بمراحل طويله. المراحل دي بتكون تعرضه للايه للتلوث. كمان صعوبه الاشراف على البيع المتجولين بتوع اللبن، الناس اللي هم بتمشي في الشوارع كده بتبيع الايه اللبن، فطبعا ممكن اللبن ده يتعرض منهم للايه للتلوث، فلازم ان انا اعرضه للرقابه الصحيه طبعا عشان ما يتوصلش يوصل لي اللبن كمستهلك لبن نظيف وخالي من اي نوع من التلوث. طيب السؤال اللي بعد كده، اذكر ما تعرفه عن غش اللبن او كيفيه غش اللبن. اغش اللبن ازاي يا شباب؟ اغش اللبن بان انا ممكن اضيف له ميه، ممكن انزع القشطه من عليه، ممكن كمان اخلط البان من مصادر مختلفه. انا عندي كذا مصدر ممكن اخد منه لبن، عندي مصدر جاموسي ومصدر بقري ومصدر ماعز، بس مفروض ان انا عشان ابيع اللبن لازم ابقى كاتبه عليه المصدر. طب انا لو خلطت الالبان من مصادر مختلفه يبقى انا كده عملت غش للايه للبن. ممكن كمان اضيف مواد حافظه للبن خاصة في درجات الحرارة العالية عشان تمنع لي الحموضة، زي ايه؟ زي الفورمالين، طبعا ده غش اللبن. ممكن كمان ان انا اضيف له سكر او نشا مذابين في المية، اجيب كوباية مية كده وادوب فيها نشا او ادوب فيها سكر وابدأ ان انا اضيفه على اللبن، هيديني مذاق مسكر، هيديني قوام تقيل، احس ان اللبن بتاعي دوت ايه جميل وسليم، لكن هو في الحقيقة طبعا هو مغشوش لان انا ضفت عليه النشا والايه والسكر، وده كان العناصر اللي انا ممكن ان انا اغش اللبن بيها. طيب اكشف ازاي عن اللبن المغشوش؟ وده السؤال اللي جاي بعد كده. ازاي يتم الكشف عن اللبن المغشوش؟ اكشف عنه ازاي؟ اول حاجة انا هقيس الكثافة النوعية للبن علشان احسب كمية المواد الصلبة الزائبة في اللبن، هقيس كمان نسبة الدهون في اللبن، هقيس المواد الزائبة في اللبن ما عدا الدهون. يبقى انا هقيس الكثافة النوعية للمواد الزائبة في اللبن زي المواد الصلبة، هقيس نسبة الدهون، وهقيس كمان المواد الزائبة في اللبن طبعا عدا الايه الدهنية. يبقى احنا كده تطرقنا على كل الاسئله وكل جزء في موضوع اللبن او الجزء الخاص باللبن. ممكن طبعا يجي لي اي سؤال منهم في الامتحان بالصوره اللي احنا ايه شفناها ديت. طيب تعالوا ننتقل لجزئيه اخرى وهي مقومات السمك الصحي.
السمك الصحي، السمك برضك غذاء بيتناوله جميع الأفراد أو جميع طبقات الشعب. طب أعرف السمكية بتاعتي دي صحية أو سليمة إزاي؟ إن أنا بجيب السمكة وأشوف لازم القوام بتاعها بيكون صلب ومتماسك. لو أنا حطيت السمكة على إيدي وبدأت أضغط عليها بصباعي مش هينزل للأسفل، يبقى قوام صلب ومتماسك. الرائحة طبعا طبيعية وغير كريهة. إيه تاني؟ ممكن كمان إن أنا العين رائقة وبراقة، الخياشيم حمراء ورائقة، كمان الديل منتصب والقشور لا تنفصل بسهولة واللون طبيعي. دي مقومات السمك الصحية. طيب السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن اذكر اسس صحة الاسماك. ايه اسس صحة الاسماك؟ حظر صيد الاسماك من البحار الملوثة. البحار المتلوثة من نفايات مصانع، من نفايات بواخر، من نفايات عبارات، هتنقل لي طبعا التلوث ده للسمك. فبالتالي انا لما اصطاد من الاسماك من البحار الملوثة انا باخد على اسماك ملوثة تنقل للانسان الامراض، يبقى انا حظر الصيد من البحار الملوثة. تاني حاجة ان انا لازم طبعا انقل من مكان ما اصطدت للمكان اللي انا هبيع فيه السمك، هنقل السمك في ثلاجات علشان تحفظ لي السمك طبعا من درجة حرارة الجو. كمان لازم تتوافر الشروط الصحية في الأسواق الخاصة ببيع السمك، ولازم تتوافر في النظافة طبعا علشان ما تنقلش تلوث للأسماك اللي هياكلوا بعد كده الإنسان. يبقى أنا كده اتعرفت عن أو اتعرفت على السؤال اللي هو مقومات السمك الصحي، وكمان سؤال بيكلمني عن أسس صحة الأسماك. تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعد كده. والسؤال اللي بعد كده بيتكلم عن جزئية جديدة، وهي ايه؟ هناك بعض الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بالأمراض من الفاكهة والخضر، اذكر هذه الإجراءات الوقائية بالتفصيل. تمام، ثم اذكر مقومات الخضر والفاكهة الجيدة. احنا قلنا واتفقنا مع بعض ان احنا هنقرا السؤال بالراحه. ليه؟ علشان اعرف السؤال طالب مني ايه. السؤال طالب مني جزء ولا السؤال مني طالب مني جزئين؟ تمام، يبقى انا لازم اسال. يبقى هنا بالسؤال هنا بيسالني على جزئيين، الاجراءات الوقائيه ومقومات الخضر والفواكه الجيده. طب تعالوا ناخد اول جزء منها اللي هي الاجراءات الوقائيه للاصابه بالامراض من الفاكهه والخضروات، وقال لي بالتفصيل، يعني هكتب العناصر وهشرحها. اول حاجه السماد البلدي. ايه هو السماد البلدي؟ السماد البلدي اللي هو روث الحيوانات، انا بجيبه وببدا ان انا او الفضلات بتاعه الحيوانات ببدا اجيبه واجففه كويس جدا عشان اتخلص من كل الميكروبات اللي موجوده فيه، وابدا ان انا استخدمه في الزراعه وبيكون مفيد جدا. ماشي، طيب تاني نقطه ايه هي؟ الغسيل. لازم طبعا الغسيل يا جماعه يكون ان انا بغسل الخضروات بتاعتي بميه نقيه واحطها في احواض نظيفه واغسلها بميه متجدده علشان اخلصها من كل الاتربه وكل الميكروبات العالقه فيها. طيب تالت نقطة وهي النقل، ان انا لازم ان انا انقل الخضروات والفاكهة بالطريقة السليمة وكمان ابيعها في عبوات مغلقة. طب رابع نقطة ايه هي؟ التثقيف الصحي. التثقيف الصحي وان انا انشر الثقافة ما بين الناس. طب انشر الثقافة ازاي؟ ان انا اهتم بغسيل الخضروات والفواكه، ان انا اغسلها كويس جدا، ان انا اغسلها في مياه متجددة. تمام، علشان اتخلص طبعا، لان الفاكهه والخضار جايه لي من الارض. طب الارض دي فيها ايه؟ فيها تراب. طب التراب فيه ايه؟ فيه بكتيريا، فالبكتيريا هتكون على الفاكهه والخضار بتاعتي، فبالتالي طبعا لازم ان انا اغسلها كويس جدا وبميه نقيه، وبميه نقيه عشان اخلصها من كل الميكروبات اللي هي قاعد يعني موجوده عليها. تالي خامس نقطه وهي لازم الخضر تكون سليمه وغير مجروحه، لان احنا اتفقنا ان الخضره كل ما تكون سليمه كل ما تكونش فيها بكتيريا، كل ما تتجرح كل ما العصير يخرج للخارج، فالعصير بيشجع البكتيريا ان هي تنمو عليها. دي كانت الجزئيه بتاعت الاجراءات الوقائيه من الاصابه بالامراض من الفاكهه والخضروات. السؤال كان طالب مني جزء تاني، ايه هو مقومات الخضر والفاكهه الجيده؟ ايه مقومات الخضر والفاكهه الجيده؟ الخضار او الفاكهه اشوف فيها ايه؟ ان هي تكون سليمه كامله النضج، القشره بتاعتها بتكون سليمه نظيفه خاليه من اي اصابات حشريه او بلل او من عفن، لازم تكون غضه وغير متليفه، ولازم طبعا تكون سليمه وغير مجروحه حتى لا يتسرب العصير بتاعها للخارج اللي يؤدي ليه سرعه فسدها. يبقى دي كانت مقومات الخضروات والفاكهه الجيده. يبقى السؤال الواحد اللي كان عندي كان طالب مني جزئين، طالب مني جزئين، الاجراءات الوقايه من الفاكهه والخضار، وكمان كان طالب مني مقومات الخضر والفواكه الجيده. تعالوا ننتقل لجزئيه تانيه بسؤال جديد.
ده أسئلة عن الفصل الخامس. طب تعالوا نشوف إيه الأسئلة كده عن الفصل الخامس. السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي يعرف فساد الأغذية نتيجة إصابتها بالبكتيريا والخمائر وفطريات التعفن. عرف فساد الأغذية ثم أذكر عوامل فساد الأغذية. عرف فساد الأغذية ثم أذكر عوامل فساد الإيه؟ الأغذية. طب تعالوا بينا نعرف فساد الأغذية. إيه هو فساد الأغذية؟ إذا طرأ على الغذاء أي تغيير في شكله، في لونه، في ريحته، أصبح ضار بالصحة. يبقى أي تغيير هيحدث على الغذاء أو أي تغيير طرأ على الغذاء في شكله، في لونه، في رائحته، أو أصبح ضار بالإيه؟ بالصحة. السنة اللي فاتت جه في الامتحان كان برضك أذكر المصطلح العلمي، وهو كان بيقول لك إيه؟ هو تغيير بيطرأ على الغذاء في شكله وفي طعمه وفي رائحته. يبقى المصطلح العلمي إيه هو بقى؟ فساد الأغذية. فساد الأغذية. طيب ايه العوامل فساد الاغذيه؟ برضك ضمن السؤال بتاعنا، ايه عوامل فساد الاغذيه؟ عوامل فساد الاغذيه بتنقسم لقسمين، عوامل فساد خارجيه وعوامل فساد داخليه. عوامل فساد خارجيه جايه لي من بره الاكل علشان تفسده لي، زي ايه؟ البكتيريا، الفطريات والطفيليات. البكتيريا والفطريات والطفيليات. طب ايه العوامل اللي بتفسد لي الغذاء من جوه داخل الغذاء؟ الانزيمات. الانزيمات الغذاء نفسه هي طبعا ممكن تكون سبب من عوامل فساد الأغذية. وكنا اتفقنا قبل كده في الحلقات السابقة إن كل ما الغذاء بيحتوي على نسبة رطوبة، يعني نسبة ماء في أنسجته، كل ما بيكون عرضة للإيه؟ للفساد. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ما هو الفساد الميكروبي للأغذية؟ يعني إيه الفساد الميكروبي للأغذية؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يحدث بفعل احياء دقيقة بتنتقل الى الطعام. يحدث بفعل احياء دقيقة بتنتقل للطعام. طب هتنتقل للطعام او هتنتقل للمواد الغذائية ازاي؟ عن طريق الهواء، عن طريق الايدي، عن طريق الاواني، عن طريق الادوات. يبقى انا دلوقتي لما يجي يقول لي اعرف الفساد الميكروبي، هو بتنتحدث بفعل الاحياء الدقيقة. ايه هي الاحياء الدقيقة؟ اللي هي البكتيريا، تمام؟ طيب بتنتقل للمواد الغذائية. طب الاحياء الدقيقة دي بتدخل ازاي المواد الغذائية؟ عن طريق الهواء، عن طريق الايدي، عن طريق الادوات، عن طريق الايه؟ الاواني. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه السؤال؟ اشرح الفساد الميكروبي بالنسبة للسكر ومنتجاته. بالنسبة للسكر ومنتجاته. يبقى هو هنا كده محدد لي ان انا اتكلم على الفساد الميكروبي بالنسبة للسكر. السكر غير قابل للتحلل الا بس لو اذيب في ايه؟ في المية. طب الشوكولاته ينفع ان تنمو عليها بعض البكتيريا او بعض الخمائر؟ اه. طب العسل؟ ايوه ينفع. طب ازاي؟ في بعض الخمائر او البكتيريا بتقدر ان هي تعيش في درجات تركيزات عاليه من الايه؟ من السكر. تركيزات عاليه من السكر، فبتلاقي خمائر وبكتيريا بتنمو على الشوكولاته، وكمان برضك في ميكروبات بتنمو على العسل، لان في بكتيريا وفي ميكروبات بتقدر ان هي تعيش مع تركيزات السكر الايه؟ العاليه نسبيا. ماشي، نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ الفساد الميكروبي للاغذيه يحدث بفعل احياء دقيقه تنتقل الى المواد الغذائيه عن طريق الاواني او الادوات او الهواء او الايدي العامله. وضح الفساد الميكروبي الذي يحدث للحوم والفواكه. يبقى انا هنا هتكلم عن الفساد الميكروبي اللي بيحدث لمين؟ للفاكهه وللحوم. تعالوا نشوف، او هو هنا بيسالني على اول جزء ايه؟ فساد الميكروبي اللي بيحدث للحم. تمام، نشوف ايه الفساد الميكروبي اللي بيحدث للحمه. احنا متفقين اللحمه بتحتوي على العناصر الغذائيه اللي البكتيريا بتحب تتغذى عليها. طيب لو سبناها في درجه حراره الغرفه او درجه حراره الجو هتنمو طبعا عليها الايه؟ البكتيريا. لو انا سبت اللحمه المفرومه في طبعا زادت المساحه المعرضه ليه؟ درجات الحراره. لو انا سبتها في درجات حراره الغرفه او ان انا ما يعني في درجه ما شلتهاش على طول في الثلاجه هيحدث النمو البكتيري عليها. طب اهم تحلل بيحدث للحوم ايه هو؟ التحلل البروتينات. اهم تحلل بيحدث للحمه هو تحلل البروتين. البكتيريا بتبدا تتغذى على اللحمه وبتبدا ان هي تعمل لها تحلل البروتين، فبيحدث ايه؟ بيحدث عفن، وبيحدث ميكروبات لا هوائيه بدي تحدث طبعا التعفن والروائح الايه؟ الكريهه. فلازم بينصح ان انا بدخل اللحمه او ان انا اشيل اللحمه او احفظها في على طول في التلاجة. طيب ممكن يجي لي بردك سؤال،
في الجزئية بتاعت اللحمة دي يقول لي علل أو بما تفسر ليه ان انا لازم احفظ اللحوم في الثلاجات ما اسيبهاش في درجه حراره الغرفه علشان ما تنموش البكتيريا عليها، بيبدا ان احنا نعمل لها عمليه، تعمل لها عمليه تحلل للبروتين اللي هي الميكروبات اللاهوائيه، فبيحدث فيها عفن وايه طبعا روائح كريهه. السؤال كان طالب مني نقطتين، الفساد الميكروبي للحوم وده شفناه وعرفنا ان احنا هنجاوب عليه ازاي، كان بيتكلمني على الفساد الميكروبي بالنسبه للفاكهه. الأنسجة الداخلية للفاكهة معقمة بسبب إن هي حواليها قشرة خارجية، ربنا حاميها لي بالقشرة الخارجية. كمان معظم الطعم بتاع الفاكهة بيكون ليها طعم حامضي، فما بيشجعش نمو البكتيريا عليها، فبيحدث فيها تخمر كحولي. طيب لو القشرة دي اتجرحت ايه اللي هيحصل؟ هيخرج منها العصير بتاع الفاكهة، فبالتالي هتبدأ ان الميكروبات هتلاقي لها مكان تبدأ ان هي تخش للفاكهة بتاعتنا، وطبعا تحدث فيها آثار بالغة وأضرار كثيرة. طيب احنا قلنا فطريات التعفن بتهاجم ازاي؟ بتهاجم طبعا عن طريق الجرح اللي هو بيكون في القشره اللي بيسمح بخروج قليل من العصير، واتكلمنا كمان ان معظم الفواكه ليها تأثير حامضي ما بيشجعش نمو البكتيريا عليها، فبالتالي بيحدث تخمر كحولي داخل الفاكهه. بس عندي حاجه، في حاجه تعرف برضك بفطريات التعفن بتصيب بيها الفاكهه او عفن الموز. لما يجي يقول لك تكلم عن عفن الموز، ايه هو عفن الموز؟ ده عباره عن زياده في النضج بفعل انزيمات الموز نفسه، انزيمات الموز نفسه. يبقى لما يجي يقول لك تكلم عن عفن الموز يبقى هو زياده في النضج بفعل انزيمات الموز نفسه. بيتعرض احيانا عصير الفاكهه زي النبيذ وعصير التفاح للتخمر، ليه؟ ممكن يجي لي في النقطه دي بردك علل. يبقى شوفوا هو السؤال ممكن يطلع لي كذا جزئيه، بيكلمني على الفساد الميكروبي للفاكهه وممكن ناخد منه جزئيات ونعملها علل بردك او بما تفسر. طب لو جالي علل او بما تفسر بيحدث تخمر لعصير الفاكهه زي النبيذ او عصير التفاح لنظرا لتخمر حمض الخليج لاحتوائه على الكحول، يبقى بيتخمر حمض الخليج اللي موجود في الفاكهه نظرا لاحتوائه على على الكحول. تمام، يبقى انا كده حليت كل الاسئله او كل الاجزاء اللي موجوده في السؤال ده. هو كان بيكلمني عن الفساد الميكروبي للحمه والفساد الميكروبي للفاكهه. السؤال اللي بعد كده اهو اللي انا كنت قلته اثناء الشرح، علل لما ياتي، ينصح بعدم ترك اللحمه في درجات حراره الغرفه مده طويله. ليه؟ علشان طبعا درجه حراره الغرفه بتسمح بتكاثر البكتيريا وجراثيم الميكروبات اللاهوائيه اللي بتسبب التعفن والرائحه الكريهه. ليه؟ لان هي بتعمل عمليه تحلل في اللحمه. تحلل اهم تحلل بيحدث في اللحمه؟ تحلل البروتينات، تحلل البروتين اللي موجود في اللحمه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اشرح الفساد الميكروبي بالنسبة للبيض، اشرح الفساد الميكروبي بالنسبة للبيض. البيض الطازج خالي من التلوث وخالي من الميكروبات إلا إذا تلوثت القشرة الخارجية. مع ارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع الرطوبة بتبدأ إن هي بتسمح بدخول فطريات التعفن، لذلك بينصحني إن أنا أحفظ البيض في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة التجميد. ليه؟ علشان نمنع فطريات التعفن إن هي تهاجمه. طب أنا لو أنا جبت البيض وخزنته في التلاجة العادية لمدة طويلة، إيه اللي هيحصل لها؟ هيحصل طبعًا إن هو تغير في محتوياته، هتصبح قلوية ويحدث تغير في الصفات الفيزيائية والصفات الطبيعية للبيض. أنا البيض لازم أحفظه عن درجات حرارة أعلى من التجمد. طب البيض بيتهاجم بالفطر ولا بالبكتيريا؟ البيض بيتهاجم بالفطر، ماشي، أكتر من من البكتيريا. يبقى أنا لما يجيلي في الامتحان ويقول لي البيض بيتهاجم بالبكتيريا اكتر من الفطر، طبعا غلط، البيض بيتهاجم بالفطر اكتر من البكتيريا. وانا لو حفظت البيض في درجه في الثلاجه العاديه تصبح محتوياته قلويه وبيحدث تغير في الصفات الفيزيائيه والطبيعيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اشرح الفساد الميكروبي بالنسبه للخضروات. ايه الفساد الميكروبي للخضروات؟ تتحلل الخضروات الورقية زي الخس والسبانخ بفعل الإنزيمات اللي موجودة بداخلها. السنة اللي فاتت جالي صح وغلط في الامتحان السؤال ده بالظبط، كان بيقول إيه؟ بتتحلل الخضروات الورقية زي الخس والسبانخ بفعل الإنزيمات التي بداخلها، صح ولا غلط؟ طبعا صح.
بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الخضروات الورقيه ديت ويبداوا يحطوها فوق بعض ويرشوها بالميه. ليه؟ علشان تبان ان هي طازه. طيب بنبدا نحصل ايه بقى فيها؟ مع ارتفاع درجه حراره الجو وارتفاع الرطوبه بيبدا ان هي تنمو البكتيريا المكونه طبعا بفعل درجه الحراره والانزيمات اللي جوه الخضروات، الانزيمات بتبدا تشتغل وبفعل بتبدا البكتيريا تنمو. طب البكتيريا هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي لزوجه وروائح ايه؟ كريهه، لزوجه وروائح كريهه. لذلك بينصح ان انا بردك الخضروات بشيلها في درجه حراره منخفضه، لان درجه حراره الثلاجه او درجه حراره المنخفضه بتوقف عمل نمو البكتيريا اللي هي بتسبب الروائح الكريهه واللزوجه. طيب لو انا سبتها في درجه حراره عاليه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تخمر للكربوهيدرات اللي موجوده جوه الخضروات. الخضروات الجذريه زي البطاطس وزي البنجر درجه تعرضها للفساد بتكون متوسطه، تمام؟ يبقى انا سؤالي هنا كان بيتكلم على الفساد الميكروبي بالنسبه للخضروات. تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي الفساد الميكروبي للمخللات، تمام؟ بيشرح الفساد الميكروبي للمخللات. تنمو فطريات التعفن على اسطح الايه؟ المخللات. بردك مين؟ بردك بتنمو كمان الخمائر والميكروبات. يبقى انا عندي فطريات التعفن والخمائر والميكروبات بتنمو على اسطح الايه؟ المخللات. انا كده كنت بتكلم عن الفساد الميكروبي، وقال لي ايه هو الفساد الميكروبي؟ قلت له ده بيحدث بفعل الاحياء الدقيقه اللي هي بتنتقل للطعام عن طريق الهواء، عن طريق الايدي، عن طريق الادوات، عن طريق الاواني. سالني كمان اسئله، ايه هو الفساد الميكروبي بالنسبه للحمه، للفاكهه، للخضروات، للبيض وللفواكه، تمام؟ وقلنا ان احنا نقرا السؤال بالراحه علشان ان احنا ما نتسرعش في الاجابه، علشان نعرف السؤال طالب مني ايه، علشان ابدا ان انا اجاوبه اجابه صحيحه واحصل على كل الايه؟ الدرجات. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بينقلنا لنقطه جديده، وهي بتقول ايه؟ تكلم عن اقسام الفساد البكتيريولوجي للاغذيه المعلبه. هنا بيتكلمني على الفساد البكتيريولوجي للاغذيه المعلبه. ممكن يسألني ايه هو الفساد البكتيريولوجي؟ الفساد البكتيريولوجي ده بيرجع لعدم كفاية مدة التعقيم، واللي بتأدي لإيه؟ لكثرة الأحياء الدقيقة. يبقى أنا ما عقمتش الأكل الأغذية المعلبة كويس، فبدأت الأحياء الدقيقة بدأت تكتر عندي، وده بيسبب تسمم، بالتسمم بتاعه اسمه التسمم البتيوليني. طب ليه سموه التسمم البتيوليني؟ نسبة لاسم البكتيريا اللي بتؤدي لإيه؟ بتسبب هذا التسمم. طيب ايه اقسام؟ السؤال بيسالني اقسام الفساد البكتيريولوجي للاغذيه المعلبه. تعالوا نشوف الاقسام. عندي الاقسام الفساد البكتيريولوجي قسمين، فساد بانتفاخ وفساد بدون انتفاخ. طب تعالوا نتكلم الاول على الفساد بدون انتفاخ. فساد بدون انتفاخ مع تكوين احماض زائده. طب ده ليه سببه؟ سببه بيرجع لعدم كفايه تعقيم العلبه او للتنفيذ، في ثقوب، العلبه فيها ثقوب، فبالتالي دخلت الهواء والهواء مع البكتيريا، فبالتالي يبدا ان هي تعمل ايه؟ البكتيريا تبدا ان هي تحلل الماده الغذائيه اللي عندي، تمام؟ او بتكون حموضه زي اللي بتحصل في الطماطم، عصير الطماطم اللي هي المعلبه. طيب الفساد اللي هي النقطه الثانيه، وهي الفساد او القسم الثاني، وهو الفساد بانتفاخ. الفساد المقترن بتكوين احماض وغازات بتسبب الانتفاخ. طب الاحماض والغازات ديت اللي سببت الانتفاخ نتيجه ايه؟ نتيجه تحلل بتسببها البكتيريا، نتيجه تحلل المواد الايه؟ الغذائيه. يبقى انا عندي نوعين من الايه؟ من الاقسام الفساد البكتيريولوجي. فساد بدون انتفاخ بيكون لي حموضه زائده، ماشي، مين اللي كونتها؟ بسبب الايه؟ عدم كفايه التعقيم او تنفيذ العبوه. كمان في فساد بانتفاخ بيكون مصاحب باحماض وغازات، مين اللي بتسببه؟ البكتيريا اللي هي بتعمل لي تحلل في الماده الايه؟ الغذائيه. بعد كده بيسالني هنا عن انواع، اذكر انواع الانتفاخ الناتج عن الفساد البكتيريولوجي. مش احنا لسه في السؤال اللي قبل كده قلنا في فساد بانتفاخ وفساد بدون انتفاخ؟ هنا بيسالني عن الفساد بانتفاخ. عندي نوعين من انواع الانتفاخ الناتج عن الفساد البكتيريولوجي، وهي ايه؟ انتفاخ كيميائي وانتفاخ طبيعي. طب الانتفاخ الكيميائي دوت نتيجه ايه؟ بيحدث بتاثير الغاز المتكون، بتاثير الغاز المتكون من تفاعل مكونات الماده الغذائيه مع معدن العلبه. المكونات الماده الغذائيه اللي محطوطه جوه العلبه بدات تتفاعل مع معدن العلبه اللي هي محطوطه جواه. طب ليه بدات تتفاعل معاه؟ لعدم وجود قصدير، لاطلاع قصدير كافي للعبوه من الايه؟ من الداخل، فبدات الماده الغذائيه تتفاعل
تتفاعل مع الحديد بتاع العبوة، او ممكن المادة الغذائية تتفاعل مع ايه كمان، مع الغطاء بتاع العبوات الزجاجية، العبوات الزجاجية، او رداءة الغطاء، او عدم احكام الغلق، او نقص المادة الايه اللاحمة، نقص المادة الايه اللاحمة، ده كله الانتفاخ الايه الكيميائي. طب ايه الانتفاخ الطبيعي؟ النقطة التانية، الانتفاخ الطبيعي وهي سببه زيادة كمية المادة الطبيعية عن الحد المناسب، وهم بيملوا العلبه بالماده الغذائيه المفروض ان هي تتملي عند حد ايه معين، هم ملوها اكتر مع من الحد ده، مع ارتفاع درجه الحراره، مع ارتفاع الرطوبه، تمام، بدات ان هي بتتمدد الماده الغذائيه، فبدات ان هي بتضغط على الجدران بتاعه العلبه، فبدات ان هي تعمل الانتفاخ الطبيعي. يبقى الانتفاخ الطبيعي سببه زياده في كمية المادة الايه الطبيعية والغذائية المعلبة عن الحد المناسب. ممكن برضك يجي لي اذكر المصطلح العلمي وهو بيقول ايه، زيادة كمية المادة الطبيعية او الغذائية المعلبة عن الحد المناسب، فبيؤدي لتسبب الانتفاخ. يبقى ده الانتفاخ الايه الانتفاخ الطبيعي. يبقى ده كده بيتكلمني على الانتفاخ الايه الطبيعي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي كيف يتم الوقاية من فساد الأطعمة، ازاي نقي طعامنا من فساد الأطعمة ان هو يفسد. اول حاجة طبعا، ان وهنا بيكلمني بردك عن فساد الأطعمة الايه الأغذية المعلبة. في السؤال ده بيقول لي ازاي ان انا اتم كمية كيفية الوقاية من الفساد الأغذية المعلبة عشان ما تجيلي في الامتحان الفساد الأغذية المعلبة. ايه هي؟ اول حاجه النظافه في تناول وتداول وطهي الطعام، لازم طبعا يكون في نظافه، لازم كمان نظافه العاملين وتوفير الشهادات الصحيه للتاكد منهم من خلوهم من جميع الايه الامراض، اتباع الطرق الصحيحه والتهويه والاضاءه الكافيه والرطوبه ماشي ودرجات الحراره عندي في التخزين. احنا اتفقنا قبل كده في الاسئله اللي فاتت في الفصل الاول الشروط اللي لازم تتوفر فيه، طبعا اماكن تخزين المواد الغذائيه، فلازم ان انا اوفر في ايه، اوفر في طبعا تهويه جيده وتوفير درجه الايه الحراره والاضاءه، لازم اتابع كويس جدا تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء بتاع الايه العبوه اللي هو مدون على العبوه، لازم ابقى عارفه تاريخ الانتاج وتاريخ الايه الانتهاء. يبقى دي كده طرق الوقايه من فساد الاغذيه المعلبه، النظافه وانا بعمل في تداول او طهي الطعام، كمان نظافه العاملين وتوفير الشهادات الصحيه بتاعتهم، لازم ان انا اوفر الشروط الصحيه في التخزين، التهويه والاضاءه ودرجات الحراره، تمام، لازم ان انا اتابع كويس جدا وبدقه تاريخ الانتاج وتاريخ الايه الانتهاء. يبقى انا كده كنت بتكلم عن فساد الاغذيه المعلبه. ننتقل لسؤال جديد ونقطه جديده، بيقول لي اكمل العبارات الاتيه، اكمل العبارات الاتيه. بيقول لي ايه بقى هنا في السؤال، الفساد يؤدي لانخفاض نقط للاطعمه ويؤدي لظهور نقط، وحيث ان نقط ونقط ونقط ونقط، اربع نقاط من مسببات فساد الاطعمه. طب ايه الفساد بيؤدي لانخفاض ايه؟ تعالوا نشوف الاجابه مع بعض. الفساد يؤدي لانخفاض القيمه الغذائيه للاطعمه. طب يؤدي لظهور ايه؟ اعراض مرضيه. طيب حيث ايه بقى؟ اربع حاجات، الاحياء الدقيقه والانزيمات والتفاعلات الكيميائيه والجفاف من مسببات فساد الايه الاطعمه. يبقى انا عندي اربع حاجات بتسبب فساد الاطعمه، الاحياء الدقيقه، الانزيمات، التفاعلات الكيميائيه، والجفاف من مسببات فساد الايه الاطعمه. يبقى انا كده قريت سؤالي وحليته تمام، فاكمل خدت كده كل الدرجات كامله. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، عرف التسمم الغذائي. احنا كده بنعرف ايه، بندخل في اسئله عن الفصل الايه السادس، تمام. يبقى انا كده كنت براجع ايه او الاسئله اللي انا خدتها ايه عن الجزء الرابع وعن الجزء الخامس، ودلوقتي هتكلم عن اسئله تدور حول موضوعات الفصل السادس. السؤال بيقول لي عرف التسمم الغذائي. ايه هو التسمم الغذائي؟ هو حاله مرضيه نتيجه تناول غذاء ملوث بيصاحبه آلام معوية ومعدية. الآلام دي بتصاحبها ايه؟ بتصاحبها قيء وغثيان وحمى وصداع وإسهال. يبقى هي التسمم الغذائي هي حالة مرضية نتيجة تناول غذاء ملوث وتظهر أعراضه في شكل آلام معوية ومعدية مصاحبة معاها حمى، معاها غثيان، معاها صداع، معاها قيء وايه واسهال. السنه اللي فاتت في امتحان السنه اللي فاتت كان جاي لي اذكر المصطلح العلمي السؤال ده بالظبط، بس بيقول لي ايه،
حدوث حالة مرضية نتيجة تناول غذاء ملوث، وتظهر أعراضه في شكل آلام معوية ومعدية ومصحوب بقيء وإسهال وحمى وغثيان وصداع. اذكر المصطلح العلمي. ايه المصطلح العلمي بتاعه؟ التسمم الغذائي. يبقى انا السؤال ممكن يجي لي بشكلين، اعرف التسمم الغذائي والمصطلح الايه العلمي. يبقى احنا ناخد بالنا، تمام، هي سهله خالص، نفسها هي الاجابه واحده. التسمم الغذائي هو اذكر المصطلح الايه العلمي. لما يقول لي اعرف التسمم الغذائي، اعرف له التسمم الغذائي. لما يجيب لي التعريف ويقول لي اذكر المصطلح العلمي، هكتب له التسمم الايه الغذائي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي تقسيم المواد الضاره بالصحه الى عده مجموعات، اذكرها. تقسيم المواد الضاره بالصحه الى عده مجموعات، اذكرها. ايه هي؟ اول حاجه، ايه السموم اللي بتبقى موجوده عندي في الطعام اللي هي ممكن تضر الصحه؟ في سموم موجوده طبيعيا في الطعام، زي ايه؟ زي المواد المسببه للمواد المسممه في البقوليات، وزي المواد المسببه لانيميا الايه الفول. طب عندي السموم كمان بتتكون في الغذاء بفعل السموم اللي بتفرزها البكتيريا. طيب عندي سموم كمان بتكون موجوده بتصل للطعام اثناء اعداده او تصنيعه او تخزينه. طيب ممكن نقسم المواد دي ايه؟ المواد اللي بتصل للغذاء عن طريق مثلا مخلفات البيئه او تلوث البيئه، زي ايه؟ زي مخلفات المصانع، مخلفات البيئة، زي مثلا النظائر المشعة. طيب عندي ايه تاني ممكن سموم توصل للطعام؟ عندي المواد اللي بتضاف للأغذية، زي انا بضيف مواد حافظة، مواد مكسبة للون، مواد مكسبة للطعم، كل دي مواد طبعا سموم بتصل للغذاء. بردك ايه ممكن تاني؟ اللي هي المواد اللي بتدخل في تكوين الغذاء، زي المواد اللي بتتكون في عند إعادة استخدام الزيوت اكتر من مرة. لما انا بستخدم الزيت في الآلية اكتر من مرة، يبقى انا بتكون عندي مواد جوه الزيت، والمواد دي ضارة جدا بالايه؟ بالصحه، ويعني بتسبب امراض كثيره طبعا، واحيانا بتسبب مرض الايه السرطان والعياذ بالله. تمام، يبقى هنا كان السؤال بيكلمني عن المواد الضاره بالصحه بتنقسم لمجموعات، اذكرها. ذكرنا ان في سموم موجوده طبيعيا في الطعام، ذكرنا ان في سموم بتفرزها البكتيريا جوه الطعام، وعندي سموم بتصل للطعام عن طريق اعداد او تصنيعه او تخزينه، زي السموم اللي بتصل للغذاء عن طريق تلوث البيئه، او السموم انا ساعات بضيف او المصنع يعني بيضيف مواد للطعام زي المواد الحافظه ومكسبات الطعم واللون، ده كله بردك سموم بتصل للطعام، او بردك المواد اللي بتدخل في تكوين الطعام او عند استخدام الطعام اكتر من مره، زي المواد اللي بتتكون عند اعاده استخدام الزيوت في الايه في التحمير. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، نشوف السؤال اللي بعد كده. اذكر التغيرات التي تحدث نتيجه لتلف المواد الغذائيه، والسؤال ده بيتكرر كتير جدا في الامتحان. السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان، ناخد بالنا منه. اذكر التغيرات التي تحدث نتيجة لتلف المواد الغذائية. المادة الغذائية اللي عندي لما بتتلف بيحصل لها ايه؟ الطعم الحامض دي، وخاصة في الأغذية المعلبة، زي الطعم اللي هو خاصة في عصير الايه الطماطم، يبقى الطعم الحامض دي اللي بيحصل في الأغذية المعلبة، خاصة عصير الايه الطماطم. وبرضك الطعم القلوي، الطعم القلوي ده بيحدث في ايه؟ بيحدث في اللحوم والأسماك. طب بيحدث ليه؟ نتيجة تحلل المواد البروتينية إلى أمونيا. ممكن يجي لي السؤال، بما تفسر الطعم القلوي الذي يحدث في اللحوم او الاسماك؟ نتيجه ايه؟ ليه بيحدث طعم قلوي؟ بيحدث الطعم القلوي نتيجه تحلل المواد البروتينيه الى امونيا، فبيديني الطعم القلوي. طيب السؤال تاني، نرجع لسؤالنا اللي هو التغيرات بتحدث نتيجه لتلف الايه المواد الغذائيه. انا قلت طعم حامضي وطعم قلوي. التغير في القوام نتيجة الفك والتجميد، لما المادة الغذائية اللي عندي تفك ونجمدها تاني ونطلعها تفك وتتجمد تاني، كده بتفقد كل العناصر الغذائية أو كثير من العناصر الغذائية اللي موجودة جوه الإيه المادة. التغيير في الطعم والرائحة نتيجة امتصاص الروائح، زي إيه؟ تزرنخ الدهون اللي موجودة في اللبن. ماشي، طيب التغير في إيه كمان؟ التغير في اللون نتيجة تلف المادة الغذائية والتفاعلات الغير انزيمية للمواد السكرية. يبقى أنا التغيرات بتحدث نتيجة تلف المواد الغذائية إيه؟ الطعم الحامضي أو الطعم القلوي، تغير في القوام، التغير في الطعم والرائحة، والتغير في الإيه في اللون نتيجة تلف المادة الغذائية والتفاعلات الغير انزيمية للمواد الإيه السكرية. تمام، يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال ده، وقلنا نخلي بالنا من السؤال ده لأنه بيكرر كتير جدا في الامتحانات.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي العوامل التي تساعد على التسمم الغذائي. ايه العوامل التي تساعد على التسمم الغذائي؟ عندي 4 عوامل بتساعد في التسمم الغذائي، والسؤال ده برضك مهم، ممكن يجي يذكره لي زي ما انا كاتباه كده، العوامل التي تساعد على التسمم الغذائي، يبقى انا هذكر له الـ4 نقاط، او ان انا ممكن كمان يجي يقول لي مثلا الوقت ودرجة الرطوبة من العوامل التي تؤدي الى تسمم الغذاء، اشرح، يبقى انا هتكلم على نقطتين بس. طيب هنا بيقول لي او بيذكر ليا يعني ايه العوامل اللي تساعد على التسمم الغذائي. 4 عوامل: الوقت، درجة الرطوبة، درجة الحرارة، الوقت ودرجة الرطوبة ودرجة الحرارة وطبيعة الغذاء. تعالوا ناخد نقطة نقطة منها، وهي الوقت. الوقت عامل مهم جدا لحدوث التسمم. ليه؟ لانه البكتيريا الواحده قادره ان هي تكون 2 مليون بكتيريا في اقل من 7 ساعات. البكتيريا بتتضاعف في خلال 7 ساعات، البكتيريا الواحده ممكن تكون 2 مليون بكتيريا. فالوقت طبعا عامل مهم جدا في في التسمم الغذائي. طب تاني نقطه وهي درجه الحراره. درجة الحرارة، الغذاء المتروك في درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الجو بيكون أكتر عرضة طبعا للتلوث بالتسمم الغذائي ونمو البكتيريا عليه، لأن دي بيئة صالحة لنمو البكتيريا. لذلك طبعا إن أنا لازم أنصح إن أنا أشيل على طول الأكل اللي عندي في التلاجة. ليه؟ لأن درجات الحرارة المنخفضة بتوقف نشاط البكتيريا، ودرجات الحرارة العالية بتقتل البكتيريا اللي عندي، يبقى أنا لازم على طول عندي أكل على طول أشيله في في التلاجات. تالت نقطة من عوامل تسمم الغذاء وهي طبيعة الغذاء. الأغذية الرطبة اللي هي بتحتوي في أنسجتها على مية بتكون أكتر عرضة لنمو الميكروبات، لذلك بتظهر حالات التسمم في الأطعمة اللي هي زي اللحمة والدجاج المحفوظة في وسط شوربة. ليه؟ لان هي فيها كده انسجتها دلوقتي بتحتوي على ميه، فطبعا البكتيريا ممكن تنمو فيها لان انا سبتها في درجه حراره الغرفه. الاغذيه المعلبه، الاغذيه المطهيه قبل كده، الخضروات المطبوخه، اللبن، دي من اكتر العوامل طبعا اللي هي او من اكتر الاغذيه اللي هي بتكون معرضه للتسمم الغذائي. يبقى انا خدت الوقت، خدت درجه الحراره، خدت طبيعه الغذاء. اخر نقطه من العوامل تسمم الغذاء وهي درجه الرطوبه. الاغذيه المنخفضه الرطوبه او قليله الرطوبه او الاغذيه المجففه بتكون في مأمن من ان هي تنمو او تسبب حالات التسمم الغذائي، اما الرطبه فهي بتكون بيئه صالحه لنمو البكتيريا عليها. يبقى انا دلوقتي كنت بتكلم عن او بحل سؤال العوامل اللي بتساعد على التسمم الغذائي: الوقت، درجه الحراره، درجه الرطوبه، وطبيعه الغذاء. السؤال جالي بالشكل ده، يبقى انا هكتب الـ4. طب السؤال جالي بيحدد لي نقطة أو نقطتين ويقول لي اشرحها، يبقى أنا هتكلم على النقطة والنقطتين أو النقطتين اللي هو متحددها لي في في السؤال. تقل السؤال اللي بعد كده، تكلم عن وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ. إيه وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ؟ عندي الأطعمة النية، عندي الأشخاص ناقلي العدوى، عندي الأشخاص ناقلي العدوى من الأصحاء، الحشرات والحيوانات، عندي الأتربة، خلاص. يبقى انا في كذا نقطه من وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ. اول حاجه وهي الاطعمه النيه. ايه الاطعمه النيه؟ لحوم الحيوانات بتحتوي على الكثير والعديد من البكتيريا في امعائها، فانا لو بسرعه ما شلتهاش حفظتها في الثلاجه هتبدا البكتيريا تتقاسم. احنا اتفقنا لسه في السؤال اللي قبل كده ان البكتيريا الواحده كفيله ان هي تكون 2 مليون بكتيريا في 7 ساعات، فلازم بينصح على طول ان انا اشيل اللحمه عندي او الاغذيه اللي عندي على طول في الثلاجات، لان احنا اتفقنا درجه حراره الثلاجه او درجه الحراره المنخفضه بتوقف نشاط بتوقف عمل البكتيريا او نشاط البكتيريا. يبقى دي الاطعمه النيه. النقطة الثانية الأشخاص ناقلي العدوى، ودي أشخاص ناقلي العدوى هنا الناس اللي هم كانوا عيانين وحاليا في دور النقاهة، لازم أبعدهم طبعا عن أماكن تحضير الطعام، لأن هو ممكن ينتقل التلوث من الأشخاص اللي هم بيعدوا الطعام للطعام، فطبعا هيتنقل للأكل للإنسان اللي هيتغذى على الطعام دوت. طيب النقطة الثالثة وهي الأشخاص ناقلي العدوى من الأصحاء. يعني إيه الأشخاص ناقلي العدوى من الأصحاء؟ الأشخاص دول شكلهم سليم 100%، بس هما بيحملوا في دمهم مثلا امراض، زي الناس اللي بتحمل في دمها فيروس سي،
شكلها صحيح، بس هي عندها في فيروس سي في دمها، فبالتالي طبعا اللي هتنقلي التلوث للطعم هي هتكون مصدر من مصادر التلوث اللي يتنقل للطعم. فلازم طبعا ان احنا بنكشف على العاملين اللي بيتعاملوا مع الطعام او الموجودين عندي في المطبخ، ولازم ان انا اديهم شهادات صحيه، ولازم اعمل عليهم كشف دوري واجدد الشهادات الصحيه. اتفقنا بتتجدد كل قد ايه؟ كل 6 شهور او سنه، تمام؟ طيب النقطه الرابعه وهي الحيوانات والحشرات. الحيوانات والحشرات دي طبعا بتنقل لي مصدر من مصادر التلوث وبتنقل لي البكتيريا للطعام والتلوث للطعام. فانا لازم اخد كل الاجراءات الوقائيه اللي عندي علشان ان امنع وصول الحيوانات والفئران والذباب والحشرات للطعام طبعا، علشان الطعام ما يتلوث. النقطه اللي بعد كده الاتربه. الاتربه بتحتوي على عدد كبير جدا من البكتيريا، فبالتالي لازم ان انا اغسل الخضروات والفاكهه اللي عندي كويس جدا وبميه نقيه، وانقعها في ميه نقيه واحواض نظيفه عشان اخلصها من كل الاتربه طبعا اللي هي العالقه فيها، لان الاتربه بتحتوي على نسبه من البكتيريا وبتكون خطر عليا جدا، وخاصه في الخضروات والفاكهه اللي بتاكل طازجا، بتاكل طازجا. سادس حاجة هو تلوث غير مباشر. ويعني ايه التلوث الغير مباشر؟ بيقصد بيه انتقال البكتيريا من مصدر ملوث لمصدر اخر غير ملوث. انا مثلا الاكل اللي عندي نظيف، طبخه كويس جدا، رحت جايبه معلقه ملوثه، تمام، ورحت حطاها مقلبه بيها الاكل، انا كده عملت ايه؟ نقلت البكتيريا من مصدر ملوث للطعام بتاعي، او جبت الاكل بتاعي بعد ما طبخته وخليته زي الفل ونظيف وخالي من التلوث، رحت حطاه في اناء ملوث، يبقى انا كده نقلت له تلوث، سبته في درجه حراره الغرفه، سبته مكشوف معرض للذباب والحشرات، يبقى كل ده كده ايه؟ مصادر من مصادر الايه؟ التلوث. يبقى انا عندي كان سؤالي بيتكلم عن وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ، وقلنا هم 6 وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ: الاطعمه النيه، الاشخاص ناقلي العدوى، الاشخاص ناقلي العدوى من الاصحاء، الاتربه، الحيوانات والحشرات، والتلوث الغير مباشر اللي هو نقل البكتيريا من مصدر ملوث لمصدر غير ملوث. تعالوا بينا ننتقل لسؤال جديد. السؤال ده بيقول لي ايه؟ كيف تتلافى حدوث التلوث المباشر بالميكروبات الغير مباشرة؟ ازاي ان انا اتلافى حدوث التلوث الغذائي بالميكروبات الغير مباشرة؟ ازاي؟ ان انا اجهز الطعام طبعا، وانا بجهز الطعام بجهزه على منضدة خشبية او البلانشة بتاعتي اللي انا بجهز عليها الخضار بتاعي او اللحمة بتاعتي. طبعا لازم بلانشة بتاعتي او المنضدة الخشبية ان انا بغسلها كويس جدا، وبغسلها بالمية السخنة، علشان طبعا ان انا قبل ما انا ابدأ استخدمها في اجهز عليها الخضروات، وبعد ما بجهز عليها الخضروات او كل ما بجهز كل صنف بغسلها بالمية السخنة عشان اشيل من عليها كل الاتربه وكل الاشياء اللي هي العالقه بيها. لازم طبعا اغسل ايديا قبل وبعد استخدام الطعام. لازم كمان ان انا اغسل الادوات بتاعتي، احفظ الاطعمه الخاصه بطريقه سليمه في الثلاجات. يعني ايه احفظ الاطعمه في الثلاجه بطريقه سليمه؟ ان انا احط الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه حتى لا يتساقط الدماء بداخل الاطعمه المطبوخه. يبقى انا في الثلاجه لازم احفظ الاطعمه اللي عندي بطريقه سليمه. احفظها ازاي؟ الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه. ليه؟ عشان ما يتساقطش نقاط دم على في جوه الاطعمه المطبوخه. والسؤال ده برضك ممكن يجي لي: بما تفسر ليه علل او بما تفسر وضع الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه؟ يبقى احنا هنقول ايه؟ حتى لا يتساقط نقاط من الدماء بداخل الاطعمه المطهيه. يبقى انا كان سؤالي بيتكلم ازاي اتلافى على حدوث التلوث الغذائي بالميكروبات الغير المباشر. اغسل المنضده الخشبيه اللي انا بنضف عليها الطعام الخضار بتاعي، بغسل ايديا طبعا قبل ما استخدم الاكل وبعد ما استخدمه، بغسل الادوات والاواني بتاعتي، وبحفظ الاطعمه بالشكل الصحيح في الثلاجة ان انا احط الاطعمة النية اسفل الاطعمة المطبوخة. ننتقل للسؤال اللي بعد كده وهو: ما اسباب تزايد حدوث التلوث الغذائي؟ ايه اسباب تزايد حدوث التلوث الغذائي؟ والسؤال ده برضك بيجي لي كتير في الامتحان. ايه اللي خلى الاسباب تزايد حدوث التلوث الغذائي؟ اول حاجة انتشار ظاهرة تناول الاطعمة خارج المنزل
لو حصل خطأ أثناء إعداد الطعام في المطعم اللي أنا هاكل فيه، كفيل إن هو يسيب لي عدد كبير جدا من المستهلكين. الاحتفاظ بالطعام لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة ده سبب من أسباب طبعا تراكم البكتيريا، وبالتالي حدوث طبعا التلوث الغذائي. تاني حاجة إعادة أو تالت حاجة إعادة تسخين الطعام أكتر من مرة، إن أنا كل شوية أسخن الأكل بتاعي أسخنه، دي طبعا فرصة لحدوث التسمم. تمام. عدم تخزين الأطعمة بالطريقة الصحيحة والأواني الصحيحة. يعني إيه عدم تخزين الأطعمة بالطريقة الصحيحة والأواني الصحيحة؟ إن أنا الأطعمة بتاعتي بحفظها في الأواني الصحيحة اللي عندي، زي الأواني إيه؟ زي الستانلس، زي الفخار، زي البايركس، زي الزجاج. يبقى انا احط الاكل بتاعي في فخار، في بايركس، في زجاج، في ستانلس، لكن لا احطه في بلاستيك ولا احطه في المونيوم. طب ليه ما احطوش؟ لان الماده الغذائيه بتتفاعل معاهم، فطبعا بتنقل تلوث للطعام. طيب الميه بردك احفظها في زجاجات ميه بلاستيكيه او شفافه. طب ليه بس بلاستيكيه او زجاجيه شفافه؟ ليه؟ لان الازازه اللي عندي لو ليها لون، هتلاقي اللون ده بتاعها هينتقل بداخل الميه، وبالتالي هتصبح الميه ملوثه وغير صالحه للشرب. يبقى انا الميه اللي عندي احفظها في زجاجه شفافه او وتكون بلاستيك او ازاز، خلاص، بس لازم تكون شفافه. يبقى دي اسباب تزايد حدوث التلوث الغذائي. ده كانت الاجابه على السؤال دوت. ننتقل لسؤال تاني بيقول لي اكمل العبارات الاتيه، او اكمل العباره الاتيه: يجب حفظ الاطعمه المطهيه في الثلاجه في الاواني نقط ونقط 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 اربعه فقط، وليس الاواني نقط ونقط لانها تتفاعل مع الاغذيه. لسه حالا كنت قايلاها. طيب نشوف اجابتها. بحفظ الاطعمه في ايه؟ بحفظ في زجاجيه، بايركس، فخار، استانلس فقط، وليس الاواني الالومنيوم والبلاستيك لانها بتتفاعل مع الاغذيه. يبقى انا كده النهارده تطرقت لاسئله كتيره في الفصل الرابع وفي الفصل الخامس، وخدنا اسئله على الفصل السادس، ماشي. فيا رب نكون استفدنا من الاسئله دي. الاسئله جميله والمنهج ظريف، وبس احنا نقرا السؤال كويس. كل مره بعيد عليكم في الحلقات ان انا واوصيكم ان انا ان انتوا تقروا السؤال كويس وبالراحه علشان ما نتسرعش في الاجابه ونخسر درجات. يا رب نكون اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، ولكل الطلبه والطالبات. وفي الحلقه القادمه باذن الله هنكمل بقيه اسئلتنا على الفصول الاخرى او على منهج الترم الاولاني، وان شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة على خير، مع أطيب تمنياتي لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.